السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ريفيو عن الكيتشن ماشين بتاعتي وكل القطع بتاعتها، وهوريكم بتشتغل ازاي وهوريكم معاها ايه اصلا. ده طبعا بناء على طلب متابعه ليا حبيبتي، بس بعتذر لها ان اتاخرت عليها شويه. النت عندي بصراحه بايظ خالص، وبصراحه بتعبني على بال ما يحمل الفيديو. المهم يعني الحمد لله هو ربنا يتعب بالسلامه. هنخش دلوقتي في الفيديو، بس قبل ما ابتدي ما تنسيش تشتركوا في القناه لاول مره تشوفيها، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه بقدمها بعد كده. بدايه كده الكيتشن ماشين بتاعتي دي فيها، هي اسمها مولينكس اللي هي الفرنساوي. هتقلبيها على الناحيه التانية هتلاقي مكتوب عليها ميد ان فرانس، علشان بس تبقي متاكده من صناعتها. هي دي على فكره مش اخر حاجه نزلت، يعني في حاجات نزلت بعديها. هي دي تقريبا بقالها 8 سنين معايا، الحمد لله شغاله كويس. يعني في موديلات تانية واشكال تانية، اعتقد في شكل تاني نزل بعد دي شكله حتى احلى كده وعسول اكتر. بس انا قلت اعمل لكم ريفيو عن بتاعتي. تقريبا نفس القطع اللي هنا هي في نفس اللي بعديها، فقلت اوريكم وعشان تعرفوا برضو لو حد حابب يشتري او حد عايز يشتري. بس بالنسبه للاسعار، انا بصراحه كنت جايباها ب 1200 جنيه، حاليا ما اعرفش خالص هتبقى بكام، اكيد طبعا هتبقى اكتر بكتير، انما كام بالظبط مش عارفه. اول قطعه معايا القطعه الكبيره دي، دي الاساس يعني في الكيتشن بتاعتنا. طبعا ده اللي هنا الماتور ده بقوة 8000 او 800 واط، ومكتوب عليها 8000. تمام، هنا بنحط دي كده، هو المفروض بتتعشق كده بطريقة معينة خلاص، بس ما بيشتغلش وما بيقفلش الا لما يعني الغطاء يتحط. مش هشتغل لو هو يعني حتى لو انت ظبطه وقفلاه مش هشتغل الا لما يبقى الغطاء بتاعه مقفول كويس. تمام، معانا القطعة دي بتخش هنا اهو كده، قربها شويه بس عشان تشوفوا معايا كده اهو، بتخش هنا اهو كده. دي تعتبر يعني اكتر قطعه بنستخدمها بيتركب معاها دي. ده في حاله ان انت هتقطعي حاجه، هتقطعي بصل، هتقطعي مثلا لحمه، هتقطعي اي حاجه عايزه تتقطع. طبعا السراح بتاعها حامي اهو من ناحيتين. تمام، بتركبي دي الاول، لو انتوا شايفين معايا شايفين دي مفرغه ازاي كده اهو، دي بتركب جواها كده اهو برضو من هنا مفرغه بنفس التفريغه، ندخلها هنا ونروح حاطين عليها السلاح. ده في حاله لو انتي عايزه تقطعي حاجه، وطبعا بتروحي قافله الغطا كده اهو، لازم ده يكون داخل في ده، وبعدين تروحي لفه لفه كمان، وبعدين تقومي مشغله. زي ما بقولك مش هيشتغل معاكي الجهاز نفسه الا لو الغطا بتاعك مقفول كويس ومحكم و ضغط عليه، زي ما انا ضغطت كده الضغطه الاخيره دي، مش هيشتغل الا لما تكوني قافله كويس. طبعا معانا القطعه دي بالغطا بتاعك، ثانيه اوريها لكم كويس، مفتوحه من هنا كده. ده في حاله لو انت هتقطعي وهتحطي الحاجات هوريكم ازاي، وطبعا بتتغطي بدي كده، هوريكم القطعه دي بنستخدمها ازاي. بس نخلص الاول اول حاجه اللي هي القطعه الكبيره. تمام، دي كده اول حاجه بنستخدمها فيها اللي هي قطع السلاح بتاع التقطيع. تاني حاجه معايا السلاح ده بتاع العجن، دي بقى العجان اللي انا بعجن بيها، بتعجن حلو جدا على فكره، وبتسهل معايا يعني ان انا افضل اعجن على الرخامه وكده. بس بحس انها ما بتاخدش عجينه كبيره، يعني اقصى حاجه نص كيلو دقيق، ما بتاخدش اكتر من كده. لو اكتر من كده هتقسمي العجين على نصين وتعجنيهم انت بقى يعني نص في نص، وتعجني النص الاولاني وبعد كده تقومي شايلاها وحاطه النص التاني وتعجنيه برضو، عشان هي ما تاخدش اكتر من نص كيلو دقيق. هي القطعه بتاعتها مش تقطيع ولا حاجه، هي كده ليها الاربع اشكال دول زي ما انتم شايفين، وبتركب هنا ونفس برضو الطريقه، بنقفل عليها بالغطا بنفس التكات اللي انا قلت لكم عليها. هتروحي تكه الغطا وبعدين هتروحي قافله كده، وبعدين تروحي مشغله. عندنا هنا كام سرعه نوريكو، عندنا هنا سرعتين، رقم واحد ورقم اتنين، بيستخدموا للتقطيع ولكمان عصر برتقال. وكمان عندنا هنا بقى البلس اللي هو ايه، بيشتغل يعني بتسيبيه كده تلاقيه يفصل يرجع تاني لوحده، تسيبيه كده يشتغل يعني يرجع تاني لوحده، عشان ما تفضليش مشغله المكنه فتره طويله. لا، انت بتروحي تكه كده وبتسيبيه بيرجع تاني لوحده. يبقى كده قلنا السلاح التقطيع وسلاح بتاع العجن. عندنا كمان سلاح تاني اللي هنستخدمه في نفس القطعه دي، يعني القطعه دي اساسيه معانا. دي بتبشر البصل قطع كبيرة، ودي كده صغيرة بتبشر البصل بشر صغير رفيع. وكمان احنا بنستخدمها على الناحيتين على فكرة،
الناحية اللي فيها البشر بتاع البصل رفيع اللي هي من الناحية دي، هنقلب الناحية التانية، هيبقى عندنا السلاح بتاع تقطيع البطاطس الشيبسي الرفيعة، تمام. والقطعة التانية عندنا هنا البشر بتاع البصل كبير، يبقى عندنا الناحية التانية تقطيع السلاح بتاع تقطيع الشيبسي رفيع، قصدي تخين، تمام. بنركبها ازاي بقى؟ بنجيب القطعة دي كده بتاعتنا، وبنروح شايفين هنا فيها فتحة كده، وهنا هنروح مدخلين دي في دي ولافين، عاملين تكة صغيرة كده خالص. دلوقتي انا مركباها على الجزء اللي هو بتاع تقطيع الشيبسي الفتحة الكبيرة زي ما انتوا شايفين، هندخلها هنا اهو كده، وهنقفل الغطا برضو. هنقفل الغطا كده اهو، وهندخل من هنا الحاجة اللي احنا عايزين نقطعها. طبعا احنا هنحط بقى، بما اننا حطينا القطعة بتاعة تقطيع البطاطس اللي هي الشيبسي، هنحط طبعا شيبسي، وهنبتدي نزقها بدي القطعة دي كده اهو، نزق بيها دلوقتي. انتوا عرفتوا معايا ايه فايدة القطعة دي؟ هنفتح الغطا دلوقتي كده، هنشيل منه القطعة دي وهنقلبها على الناحية التانية كده اهو. لو قلبناها على الناحية التانية هنبقى دلوقتي بنستخدم البشر، يبقى القطعة كده ليها وشين بنستخدمها على الناحيتين. الجزء البارز اللي فيها هو ده اللي هيشتغل، يعني ده كده الجزء البارز بتاع البشر هو ده اللي هنبشر بيه. برضو هنركبه هنا بالطريقة دي، وهنقفل الغطا، هنقفل الغطا كده، وهنحط الحاجة اللي احنا عايزين نبشرها فوق هنا، وهنضغط عليها بالقطعة دي. سهلة جدا على فكرة في استخدامها. بالنسبة لآخر قطعة معانا هنستخدمها في الوعاء ده، الجزء ده اللي هو بتاع مضرب البيض، طبعا مضرب بيض وكمان للكريم شانتيه وكل الحاجات اللي تستخدميها، استخدامات تستخدميها في الحاجات اللي بتستخدميها مضرب البيض كده اهو، بيخش هنا كده على طول، يعني سهل مش محتاج أي حاجة. هتروحي مركباه كده اهو، وقافلة عليه الغطا نفس الطريقة، قفلنا الغطا. عايزة تحطي دي حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك، اللي هي بتقفل من هنا بس عشان ما فيش حاجه تتنطور معانا. وهتبتدي تشغلي، طبعا انا بس فاصله الكهرباء، هتبتدي تشغلي واحد او اتنين على حسب السرعات اللي انت عايزاها، او تعمليها بالس اللي هي بيروح كده ويرجع معاكي على طول. ده بنستخدمه طبعا لمضرب، نستخدمه للبيض، هتعملي كيكه، هتعملي كريم شانتيه، اي حاجه من الحاجات دي. حلو جدا، هو بقى بيلف مع نفسه وانت تسيبيه يضرب مع نفسه، ما تبقيش ماسكه المضرب يعني وتعبه نفسك وسانده ايدك. هو ده بس في حاجه يعني تركايه كده، هما كاتبين ان الجزء اللي فوق ده ما بيتغسلش، يدوبك بس تمسحيه في فوطه، انما الجزء اللي هو المضرب ده بيتفك كده زي ما انا فكيته، وبيتغسل عادي خالص بالميه والصابون بس، ويرجع يتركب تاني هنا كده. انما الجزء اللي فوق ده هو اللي ما بيتغسلش بميه يعني جاريه، بتمسحيه بس كده. نيجي بقى لاخر قطعه معانا هنستخدمها في الدورق ده. الدورق ده بصراحه بنستخدمه في حاجات كتير قوي، شايفين القطعه دي، القطعه دي عصاره، عصاره برتقان، عصاره جزر، حاجات اللي زي كده يعني، اللي هي ما بتضربش في الخلاط، اللي عايزه تجيب الميه بتاعتها من جوه، ممكن رمان، حاجات اللي زي دي. بنركب القطعه كده بسهوله جدا، هتخش في الجوه في الفتحه دي كده اهو، انما دي ليها غطا تاني خالص. العصاره دي ما بستخدمهاش كتير بصراحه، عشان كده حتى تحسوا الغطا بتاعها شكله جديد وبيلمع، انما التاني من كتر الغسيل بتلاقوه زي ما انتم شايفين كده يعني مغير شويه، ما بيرجعش لمعته دي خالص مهما يعني غسلت فيه ودعكت فيه، عشان بس ما حدش يقول لي ده مش نضيف او حاجه، لا هو كده يعني شايفين الفرق، ده جديد بيلمع، يعني ما بستخدمهاش كتير بصراحه وشايلاها. بنحط الغطا بتاعها كده، وليها برضو نفس الفتحه دي بس دي بلاستيك، هتدخلي فيها الفاكهه اللي انت عايزاها زي ما قلت، جزر، تفاح، رمان، وهيبتدي هو يعصر، وهتلاقي العصير بتاعك داخل جوه هنا الدورق نفسه، هينفصل عن ال، هنفتح طبعا كده زي ما وريتكم، هينفصل عن دي خالص، دي هنا هتلاقي القشر بتاع الجزر، قشر تفاح، رمان، وهتلاقي العصير نفسه الميه جوه هنا كده في الجزء الدورق ده. طبعا هتصفيه، بس زي ما اقول لكم ما بستخدمهاش كتير، حتى شكلها جميل بصراحه بيلمع. تمام، بيجي معاها بقى القطعه دي، هي دي بيجي معاها القطعه دي، هي دي ما هي ما اللي هي بس بتحافظ على الجزء ده، وبنشيله فيها كده وبنقفل عليها مش اكتر، يعني حافظه ليها يعني.
كده انا خلصت معاكم كل الاجزاء اللي بنستخدم فيها الدورق ده، هنشيله بقى ونشوف الجزء اللي بعد كده. دي بقى قطعة لوحدها خالص، دي عصارة برتقان. لو انتوا شايفين الجزء ده اللي بنحط فيه البرتقان، الجزء ده طبعا اللي بيصفي القشر والبذر وكده، وده اللي هينزل منه هنا اللي فيه العصير، وهينزل منه هنا العصير بتاعنا المايه بتاعتنا، بيجي هنا اهو كده متركب في الجزء ده. قطعة زي دي خاصة بقى بعصارة البرتقان، ما نستخدميش الحتة دي غير مع عصارة البرتقان، هتركب هنا اهو كده. وبعدين يعني قبل ما نركبها هنا هندخلها هنا عشان تبقى اسهل معاكي، هندخلها في الفتحة اللي انتوا شايفينها دي، دي بتاعت دي بس، وبعدين نروح مركبينها هنا، وبعدين نروح لفينها بقى يمين شمال اي حاجة، هتلفي بقى الجهاز نفسه معاكي كده. هنروح حاطين القطع بتاعت التصفية، وبعدين اللي بنركب عليها البرتقان اهي، برضو دي لها فتحة ودي لها فتحة كده اهو. هتركبي هنا البرتقانة من هنا، وهتشغلي الجهاز بتاعك من هنا كده، وهو هيلف. انتوا عارفين عصارات البرتقان بتعمل ازاي، انت بتبقي مركبه حاطه البرتقانه وهو بتلف بتلف بتلف، بس دي مش محتاجه ان انت تضغطي عليها زي العصارات التانية بتضغطي وهي البرتقانه بتعصر، لا انت بس هتروحي شبكها كده بايدك، حاطه بس ايدك عليها كده وتشغلي الكهرباء، هتلاقيها بتلف هي من غير ما انت تضغطي على البرتقانه ولا حاجه. وطبعا انت حاطه جزء بقى هنا اهو، هتلمي فيه العصير بتاعك، علبة مثلا او دورة او اي حاجة، وهتلمي فيه العصير بتاعك اللي بينزل العصير، وخلاص هتاخديها بقى تغسليها تفكيها زي ما وريتك كده. هنلف، اهم حاجة تتعشق من الناحية دي وتتعشق من الناحية دي، كل الاجزاء دي لازم تتعشق من الناحيتين دول. هتشيلي دي علشان ما تتلخبطيش وما تنسيش وما تضيعش منك، هتركبيها هنا وحطيت لك جزء ليها كده علشان تشيليها فيها وما تضيعش منك، بس هتشيليها زي ما هي كده. اخر حاجة معانا بقى خالص، طبعا اهم حاجة، الخلاط، الخلاط نفسه اللي هو بيعصر العصير بتاع الطماطم وكده اهو، قبل بس ما اركبه هو لتر وربع اهو، وده الغطا بتاعه، فيه فتحة كده صغيرة من هنا لو عايزة تضيفي اي حاجة، بيتفك برضو بنفس الطريقة كده كده اهو، من جوه اهو السلاح بتاعه. تركيبه برضو سهل اهو، برضو بيتعشق من الناحيه دي ومن الناحيه التانية، وهتروحي لفه كده ومدياله تكه، وبعدين هتروحي مشغلاه بقى، حابه تشغليه اللي هو متواصل او حابه تشغليه بالص زي ما قلتلك. هو هنا حاطين قصاد البالص قطعه الشفشق ده بتاع العصير، وكمان مضرب البيض. اما الناحيه التانية اللي هي واحد واتنين السرعات، سرعه طبعا اتنين اقوى من سرعه واحد، اللي هو التقطيع واللي هو كمان بتاع عصير البرتقان، انا بستخدمها بصراحه زي ما انا عايزه، يعني مش شرط امشي على الحاجات دي. ممكن اشغل الخلاط شويه يعني دقيقه كده مثلا يعصر الحاجه كلها، وبعد كده اشيله، مش شرط ان انا اعمل البلس، بس طبعا حفاظا عليه انت تعملي البلس ده. يبقى كده دي الجهاز بتاعي، علشان نتاكد ان هو صنع فرنسي ولا لا، هتروحي ماسكاه كده وقلباه. عندنا هنا طبعا الاربع قطع دول بيلزقوا على الرخامه علشان ما يتحركش معاكي، مكتوب هنا اهو كده. ميد ان فرانس، مش عارفه واضحه ولا ايه، اهي ميد ان فرانس. طبعا اهم حاجه تجيبيه مكان مضمون علشان تتاكدي ان هو الاصلي معاكي. وكمان الجزء الفراغ اللي مفتوح هنا ده ممكن تدخلي فيه السلك يعني تحفظي السلك جوه لو مش هتستخدميه هتبقي شايلاه. بس كده ده الريفيو النهارده بتاعي عن الكيتشن ماشين بتاعتي. انا اسفه الفيديو طول مني، بس عشان اشرح لكم بالتفصيل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيها، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي انا بقدمها. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.